السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة سهلة جدا، من سهولتها ومكوناتها البسيطة هتقومي تعمليها. عملنا كده احلى شوية رز معمر يستاهل بقكم بصراحة يتاكل لوحده، وكمان عملنا معاهم اللحمة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وطعمها لذيذ جدا دايبة دوب. يلا بينا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا الوصفة الحلوة اللذيذة السهلة السريعة التحضير دي ازاي. خليكي معايا، سهلة ومش مستاهلة وسريعة التحضير. اول حاجة اجيبها الطاسة بتاعتك، وبعد كده هبدأ انزل عليها بمكعبين كده من الزبدة او السمنة على حسب المتوفر عندك. بعد كده انا عندي لحمة شرايح، تمام، زي ما تحبي، عايزة كبيرة صغيرة مفيش مشاكل، والكمية كمان على حسب افراد اسرتك. النار عالية معاكي، وابتدي انزلي بالشرايح اول ما السمنة تسيح. رشة بسيطة من الفلفل، وكمان احط عليها جوزة الطيب بيديها طعم خرافة. في الاول مش هقلبها على طول عشان خاطر تاخد لها صدمة ولون اللحمة يتغير معاكي. اول ما اللون كده يتشوح من تحت وياخد له صدمة ابتدي اقلبيه الناحية التانية، وكل ده والنار عالية معانا. تعمليها في حلة، تعمليها في طاسة، هي اكلة سريعة ولذيذة وحلوة كمان. هتلاقي كده المية اللحمة نزلت ميتها مفيش اي مشاكل. ابتدي بقى طلعي الكمية دي وانزلي بالكمية التانية. انا النهاردة مستخدمة نص كيلو من اللحمة الشرايح، عايزة تزودي عن كده مفيش اي مشاكل. انا النهاردة استخدمتها شرايح عشان تكون يعني سريعة كده في التحضير، وفي نفس الوقت مش هتاخد سوا معاكي خالص. على نار عالية برضو، وابتدي شوحي اللحمة تاخد لها لون من تحت، ابتدي اقلبيها الناحية التانية. رشة بسيطة من الفلفل وجوزة الطيب ودمتم. مش هستخدم توابل كتير في الطبخة دي، هي زي ما قلتلك كده الملح بتاعك هنظبطه في الاخر، والفلفل الاسمر وجوزة الطيب بيديها طعم لذيذ جدا. طلعنا كمية اللحمة كلها، وبالمية اللي نزلت من اللحمة هنبتدي انزل كده ببصلاية كبيرة مبشورة. ابتدي قلبيها كده مع الخلطبيطة اللي نزلت من اللحمة لحد كده ما كله يتكرمل مع بعضه. بعد 3-4 دقايق كده ابتدي انزلي بشرايح اللحمة اللي احنا شوحناها، وقلب قلب قلب كله يا معلم لحد ما تلاقي الخليط كله مندمج مع بعضه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وحاجة كده زي العسل زيك. بعد كده هبتدي ابشر عليها جوزة الطيب. انا بصراحة بحب الجوزة الطيب اللي هي البلحة دي، تبتدي تبشريها فورا، يعني مش بحب اللي هي السايلة. عموما كده او كده الاتنين بيدوا طعم جميل جدا للحمة. حطيت شوية كده من جوزة الطيب وشوية رشة كده بسيطة من الفلفل، وفي الاخر هنظبط الملح بتاعها. شمي بقى احلى ريحة لحمة متشوحة كده مع البصل، حاجة كده 100 فل و14. ابتدي بقى زي ما قلتلك قلبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، هي كده كده مش هتاخد سوا معاكي. الصدمة اللي احنا عملناها للحمة دي هتخليها ما تاخدش سوا خالص. هبدأ ازود عليها مية سخنة، اهم حاجة تكون المية سخنة معاكي عشان خاطر ما تغيبش في السوا. ابتدي بقى غطي عليها، مش هتاخد في ايدك بمجرد نص ساعة وهتلاقي اللحمة بتاعتك استوت. خلاص اللحمة داخلة في السوا معايا، هبدأ ازود عليها شوية كده من البطاطس بتديها طعم جميل جدا ولذاذة. الخطوة دي اختيارية، يعني عايزة تحطي بطاطس معاها مفيش اي مشاكل، مش عايزة براحتك خالص.
البطاطس هتزود في الحجم وكمان بيبقى طعمها لذيذ جدا مع الصوص اللي نازل من اللحمة. بطاطس كده مكعبات يعني في السوى الا ربع بتاع اللحمة، هبدأ انزل بالبطاطس عشان ما تتهريش معاكي. هبتدي اغطي عليها كمان، لو لقيتيها محتاجة شوية من المية ابتدي زودي. مش هتاخد ان شاء الله ربع ساعة وهتلاقي كله استوى مع بعض. اول ما اللحمة تستوي معاكي والبطاطس خلاص تستوي، هتبتدي بقى تدخليهم، دي خطوة اختيارية، دخليهم كده هتحطيهم في طاجن وابتدي دخليهم الفرن، ياخدوا لون وتشويحة حلوة كده للحمة ولون مميز. هتطلع معاكي بالمنظر والشكل ده، بتبقبق بقبقة وحاجة كده زي العسل تستاهل بقكم. بصراحة أنا ما استكفتش على كده، هبدأ أسيبها كده، لأ طبعا ما يرضينيش، هبدأ أجيب حتة من الفحمة وشمي بقى أحلى ريحة لحمة بالبصل كده مع البطاطس، وريحة الفحمة تبقى ظاهرة فيها جدا. فحماية كده وابتديت أحطها في الورقة دي، وابتدي انزلي عليها بشوية من الزيت أو السمنة وابتدي كمريها. يعني أكلة غدا كده تستاهل بقكم، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير وفي نفس الوقت كده طعمها لذيذ جدا. ابتدي بقى كمريها كده لحد ما تاخد كل الروايح اللي طالعة من الفحم. حتة اللحمة مستوية معاكي وزي الفل. أظن مفيش أسهل من كده طبخة ممكن تعمليها. والبطاطس هتلاقيها دايبة دوب. وكمان عملنا شوية رز معمر كده يستاهل بقكم. طقة بسيطة للرز المعمر، أول ما يطلع من الفرن بالمنظر ده ابتدي حط شوية كده من الزيت بتاعك العادي فوق الوش، بتخلي طعمه زي العسل ومفرفر وميت فل واربعتاشر. وكمان الطاجن ده أنا ما حطتلوش أي زيوت ولا دهون ولا أي حاجة، وعمل لي وش زي العسل كده ميت فل واربعتاشر برضو. ابتدي بقى قدمي الطبق بتاعك بشكل مميز، بصراحة أكلة تخطف القلب. اللحمة دايبة دوب والبطاطس زي الفل، والأحلى أحلى منهم هو الصوص اللي معاها. والرز معمر كده يستاهل بقكم، صدقوني جربوا تكة شوية الزيت اللي فوق الوش دول، بيفرق كتير في طعم الرز وبيخليه زي العسل زيك. بس كده هي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير وفي نفس الوقت كده ما خدتش في ايدي وقت. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.